كمان في يعني زيارة النجوم العالميين للدول العربية كثرت، وزي ما شفنا سيلفستر ستالون في الجونة، كمان شفنا كلايف أوين وأون ويلسون وأيضا باتريك ديمبسي، والمنتج التونسي طارق بن عمار هو اللي كان وراء هذه الزيارة بحكم تعامله من فترة طويلة مع أشهر النجوم العالميين. والأصدقاء الممثلين والمخرجين اللي يعرفونا وقت نقول لهم تفضلوا في مصر ولا تفضلوا في تونس يفهموا الشعب متاعنا والثقافة متاعنا. فطارق تعامل مع مجموعة كبيرة من النجوم العالميين وقدر يستقطب مخرجين عالميين عشان يصوروا أفلامهم في تونس. One day I met a young man like me called George Lucas who had no money, neither did I, was not famous. And he said, I'm looking for a planet. And I said, I would say yes to anybody anyway, you know. Just let him come to Tunisia, which is my home country. And I took him around with my little car to a village called Tatawin. وفي هذه القرية تصورت سلسلة أفلام Star Wars، ومن بعدها أفلام كثيرة تصورت في تونس مثل Indiana Jones و The English Patient. Promise me you'll come back for me. I promise. I'll come back for you. ومع كل اللي قدمه لبلاده يظل السؤال، هل راح تكون له بصمة في مهرجان قرطاج السينمائي؟ إن شاء الله نعاونوا قرطاج. كل عام أنا عندي زمان نعاون بلادي، يعني 70 فيلم صورناهم وجبنا يعني برسة ممثلين ومخرجين، إن شاء الله نعاودوها المرة هذه، نعاونوا شوي مصر ونرجعوا نعاونوا تونس. طارق كان مدير أعمال مايكل جاكسون ونظم له بين 1996 و 1998 أكثر من 52 حفل، منهم واحدة في تونس. عشان كذا شفنا بنتها سونيا عبرت عن حبها للراحل مايكل جاكسون على إنستغرام في ذكرى عيد ميلاده. وسونيا الموديل العالمية والمغنية رح نشوفها قريبا بمشروع جديد كشف لنا طارق عنه. أول مرة كلموها باش تعمل دور صغير في فيلم أمريكاني، إن شاء الله نشوفه.